حصل النهاردة هي حادثة السرقة اللي حصلت لي دي من شهر 3 اللي فات. مسكوا ولد منهم، هو اعترف، قال لي في النيابة ان هو اعترف لما خدوا عقوله في النيابة. بعد كده جيت كلموني في المحكمة عشان ياخدوا شهادتي، اخدوا شهادة ابراهيم اللي هو اتعور بالخرطوشة امبارح، واخدوا شهادتي النهاردة. هو سألني القاضي اللي حصل، فقلت له اللي حصل بالظبط ان احنا كنا قاعدين في كافيه على المريوطيه، انا والمونتير والبليس، كانت الساعه 2 بالليل، كنا بننقل الشغل من على الهارد على اللابتوب. فجه لقينا اتنين داخلين علينا، كنا قاعدين لوحدنا، اتخانقوا مع الولاد بتوع الكافيه على باب الكافيه. وبعد ما جم عندنا اللي قدام كان لابس زعبوط وحط ايده في جيوبه، طلع سيلف ديفنس رش علينا في الاول، وبعد كده الواد اللي وراه ضرب خرطوش، لموا الحاجه بسرعه في الدربكه، واحنا ما كنتش شايفه. انا قلت للقاضي، قال لي هو ده، عرض عليا ولد ابيضاني. قلت له الحقيقه اللي جه في وشي اللي انا شفته برش السيرف بريس اللي كان في الاول كان اسمراني ورفيع. الابيض ده ممكن يكون كان اللي ورا بخرطوش، لكن يعني اللي شفته كان اسمر، ده اخر حاجه شفتها. كان لابس ماسك يعني؟ الاولاني كان ماسك ماسك؟ لا لابس وشه عادي. ما وشه ايه زعبو ده؟ ايه زعبو؟ يعني زعبو بتاع الشتاء. بس جه بس قال لهم عملوا ايه؟ قلت له ضربوا خرطوش ورش علينا سيلف ديفنس اللي هو سبراي، عملنا عنينا وخدوا الحاجه. قال لي ايه اللي ضاع منك؟ قلت له انا تليفون ايفون ونوكيا والبلاي ليست لابتوب والمونتير لابتوب بس جو يعني. قلت له اللي حصل يعني، وعرض عليا الولد، قلت له كان قدام اللي انا شفته كان اسمراني لكن ده ابيض. لما يتثبت عليهم التهمه هتطالب التعويض؟ احنا اوريدي اصلا طالبنا في القضيه ب بتاع بايه التعويض؟ ادعاء مدني. ادعاء مدني مش عارفه يعني ايه. يعني ايه ادعاء مدني؟ ادعاء مدني لما يطلعوا هم نقوم نقاضيهم عشان ناخد الحاجه وناخد تعويض على الاضرار اللي لحقت بيا نفسيا. لا انت فاكرني انا مثقفه؟ اسناني ولا ايه؟ زناني وجنبك فاضي، اسناني كمان وانا راضي. طلعت القناه في دول اللي اتفتح على نفس المكان اللي البيئه فيها منه 111 37 اوفر. سالك في حاجه تانيه؟ مين؟